نسيم، يعني خليني احكي شيء. سمعت امير تعيمة عطى كومنتس، انا ما كثير بسمع شو بيقولوا الاساتذه او شو بيقولوا اللجنه بتقول، بس هالمره كنت عم بحضر ولفت لي نظري، لفت لي نظري كيف امير عطى كومنتس شوي. انا حكي فيه انا وياك قبل، بس بدي اكد لك من شغله انه انت خامتك حلوه كثير، متفقين عليها هيدي. الخامه حلوه، خامه بتذكرنا، هو قال بالزمن الجولدن ايج، يعني الاصوات القديمه، الاصوات الايرا اللي قبلنا احنا اللي فيها، اللي كنا عايشين فيها، عايش فيها كان كل هالعمالقه الكبار بدون ما نسمي. صوتك مش كل اغاني بتلبق لهم، دغري بتحس في شجن كثير بالمغنى، في زعل بالمغنى، مش لابق لشكلك ومش لابق لموسيقتنا اليوم. نوع صوتك ما بيلبق للموسيقى تبعنا القيم. انت بتعرف الموسيقى مثل الموضه، كل فترة بيكون في نوع موسيقى جديدة، بيكون في تامبر جديد، بيكون في لون جديد بالموسيقى، بيكون في الدنيا تتغيرت تتغير. أنا برأيي بس مشان ما يعني أعطيك شو المشكلة وأعطيك الحل، رح أقول لك شو هو الحل. الحل هو إنه تبلش تشتغل، تعرف تتحايل شوي كيف تستعمل صوتك بالأغاني الجديدة، بالنمط السريع شوي، بالاغاني اللي ماشي مع العصر الجديد تبعنا، العصر اللي احنا فيه هلا. مش معناتها انه العصر تبعنا شيء منيح، لا، العصر تبعنا في يكون ديكادانس بالموسيقى، في يكون انحطاط، في يكون زمن جسر مرقين فيه، مرحله مرقين فيها لنعبر، يجي حدا ثاني يصلح وكذا. صوتك حلو، عندك خامه جدا رائعه ونادره ولها علاقه بشخصك، هيدا الشيء اللي مميزك شوي عن الموجود بالسوق او موجود بال، انه عندك خامه دغري بنسمع. اذا بغمض عيوني بعرف انه هذا انت بدون ما اطلع فيك، مشان هيك بحب اقول لك، بحب اتسمع عليك بس ما اشوفك. ليه؟ شكلك بضيعني، شكلك مش لابق مع صوتك، نوع صوتك كثير كبير لشكلك، شكلك صبي جون لازم يعيش عمره. يعني انا ما بحب البنت الصغيره تغني طرب مثلا، شخصيا انا بتحسها مثل وحده، مثل مره ملبسينها تنوره قصيرة بالقلم، يعني في كيف؟ أنا بحب البنت تغني شيء له علاقة بعمرها. هيدي قصة، مشان هيك الصوت كثير مهم مع الشكل، قد إيه ماتشت. أنت صوتك مش راكب مع شكلك، مع مش معناتها إنه شكلك بشع، لا، بحكي الشكل العمري، صوتك أكبر من عمرك، أكبر، يعني إذا بفتح عيوني بطلع هذا الصوت طالع من هذا الزلمة. نوعية الصوت عم بتخليني ضيع مع شكلك ومع الاغاني اليوم اللي ما بتلبق كثير مع نوع صوتك، مشان هيك في اغاني بصوتك كثير تلبق لك، في اغاني جدا بقول لك بفضل ما شوفك، بفضل اسمعك. اذا ملاحظ كم مره قلت لك بحب اسمعك بدون ما اشوفك. وبلشت تزهقني لانه بتغني انت كل وقت ذات الشيء. اللي قالوا امير انه صوتك بيشبه الايام اللي كانت الجولدن ايج، جولدن ايرا، اللي فيها اصوات دسمه، فيها ناس مزبوط عندها تالون، الخامه كثير سميكه، كثير فلفتي، كثير فيها دفى دافيه وعريضه. ف بس هذا هو، هذا ديس ادفانتج، الشطاره انك تعرف تو مانيبيوليت، كيف تحير صوتك، تلعب بالريجيست تبعك شوي. اكيد فيك، كلنا فينا اذا بالتمارين تجي هيدي لتصير تقدر تختار غنيه، او اذا اديت غنيه اجيك بكره غنيه بالحياه تعرف
تجيبها لعندك وتخلينا نحس انه هيدا نسيم عن جد مميز بخامته، مميز بادائه، ادائك كله زيت شيء صار بالنسبه لي. هيدا الديفو الوحيد اللي ناقصك، عندك كل شيء الا هيدا الموضوع. هيدا الموضوع اساسي، the vocals match the person. في مس ماتش فظيع، فهي هي المشكله. مروان يعني ما عرفت اذا هالغنية يعني من هذيك من هالشقه، ما قلك شو الغنيه عليك بالغنيه. شو لك غنيت حلو، غنيت حلو، بس انه الغنيه كثير فيها صار شجن، زدتها من عندك شوي عرب زياده، هذا على طول بقوله انا ما بحبه، بس صار تكنيك عندك وما بدي انتقده بقى، صار بزهق. عم بنتقد شوي ال شوي ادفانس اكثر، عم فوت بغوص اكثر بموضوع الكاركتر بالفوكلز، قد ايه عندك كاركتر بالفوكل وقد ايه تكنيكك متقدم، او اشتغل عاد قدم حالك، تعرف تغني بغير طريقه، لا نوع اغاني مغيره، لانه بتغنيهم كل اغاني حالها غني بعطيك اياها بتغنيها زيت شيء يا زين. مشان هيك بقول لك زهقت منك، ما تزهقنا منك، بس هي عندك شيء يو كان بي ستار، بس ناقصك هذا الموضوع. وهي هذا تمرس كمان، وهذا نوع من دراسه كمان، بدك تدرس شوي اكثر فوكاليز. في ناس بيقولوا فوكاليز هي فوكاليز، للاسف بدك تدرس اكثر فوكاليز، تتعلم طريقه هاو يو مانيبيوليت، كيف تكبر الريجستر تبعك، وكيف تصغره، وكيف متى تعرف تكنيك مغنى. خيي هيدي فوكاليز بالاف.